نشد عدد من المواطنين في محافظة إب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بسرعة العمل على إيقاف العدوان الظالم على بلادنا والحصار الذي أدى إلى شلل الكثير من الخدمات الأساسية وأثر على مختلف نواحي حياتهم، مؤكدين في الوقت ذاته رفضهم وصمودهم في وجه العدوان. احنا نطالب بوقف العدوان على اليمن، اصبحت عدو لليمن بالذات بالدرجه الاولى على بقيه يعني والسعوديه دي كم الغطر سلبي وكم البي سلبي دقع بني صهيون، كم اسكت من حقوق الانسان، اسكت يعني المنظمات العالميه، اسكت يعني العالم كله مسكت، يعني بقينا زين من اسرائيل. اسرائيل لو ضرب على الفلسطين عدم يدير، نحن الان السعوديه تضربنا ولا حد يتكلم علينا ولا منظمة وقف معنا وتقول هذا غلط هذا ما يصلحش. واليوم نطالب من الأخوة أخواننا الشباب والأخوة المواطنين بالوقوف إلى جانب الأخوة الواقفين في ميدان السبعين بوقف إطلاق النار والعدوان على الشعب اليمني. نطالب كل الجهات المختصة أو القادرة أو التي لديها يد في أنها تستطيع إيقاف جميع العدوان بمهما كان، لأن العدوان هذا يضر الأطفال، يضر النساء، الأبرياء الذين ليس لهم أي دخل في السياسة. رسالتي إلى الشعب السعودي على أنهم يوقفوا العدوان على الجمهورية اليمنية، وأن اليمن مهما افترقوا سيتحدون، ومهما كلفوا سنهم مليارات أنهم لن ينالوا شيئا، سنهزمهم سنهزمهم، وعلينا أن نتحد جميعا جميع القوى. ونحن من قد يعني نتاسف للوضع اللي وصلنا له، لان صراحه صار القصف يعني عشوائي واستهداف البنيه التحتيه لليمن. الكل يعني يتاسف للوضع، مستحيل نحن يعني نوقف ساكتين. اداره مني ان ندعو القياده السعوديه، فالقياده السعوديه اصبحت اسرائيليه في المقام الاول. انا ادعو اخواننا واحبنا واشقانا الشعب السعودي الشقيق بالضغط على قيادتهم، لانه الان بعد 8 أشهر من العدوان اصبح لا جدوى من الطيران، لانه نحن اصحاب الارض ونحن منتصرين، سواء جابوا 1000 طائره 2000 طائره. انا اؤيد المظاهرات واتمنى لهم التوفيق، كما ادعو كل الشعب اليمني الخروج في مسيرات قادمه في كل المحافظات ضد العدوان السعودي. وشكرا. الرسالة أنه أوجهها مش للشعب السعودي، أوجه الرسالة طبعا للشعب اليمني، لأنه وخاصة اللي أيدوا وصفقوا للعدوان، أنه كيف أنك ترضي على أهلك أساسا، كيف ترضي على شعبك بالأول والأخير. أنا أحس أنه لولا أنه الضعف الداخلي ما تجد علينا العدوان الخارجي، بالأول والأخير الأطماع الخارجية تكون هي نتيجة تفكك داخلي من البلد نفسه. نناشد المنظمات الدولية والأمم المتحدة بالتدخل لوقف الحرب والعدوان على الجمهورية اليمنية. أوقفوا القصف على اليمن، أوقفوا قتل اليمنيين، الصمت عار ودماء اليمنيين غالية، وأطفال المستقبل وأطفال اليمن هم المستقبل. نحن في محافظة إب نتضامن مع المسيرة الحاصلة اليوم في ميدان السبعين، والتي هي ضد العدوان السعودي على اليمن، ونحن نطالب بوقف العدوان. أصلا وقت العدوان دائما بيكون يا إما وقت صلاة وإما وقت جمعة، هذا حل سياسي إسلامي. ثالثا، متى كانت خصوصية الرسول أنه لا شجرة ولا طفل ولا امرأة ولا عجوز يضرر ولا حتى مباني سكنية؟ فين تطبيق الإسلام في هذا الموضوع؟ ومتى كان الحل أصلا العسكري حل الأزمة؟ فالدم ما يجيب إلا الدم. نناشد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي بوقف العدوان الجائر على الجمهورية اليمنية، لأنه عدوان بما تعنيه كل المقاييس، فالمرأة تقتل والطفل يقتل والشيء يقتل والمدن يقتل، الجسور تهدم، المستشفيات تخرب، عدمت المواد الغذائية، عدم العلاج، عدم كل شيء. هناك إبادة جماعية، هناك حصار جوي وبري وبحري، لم نرى أي التفات من المنظمات الدولية لهذا المشروع. حرب قذرة بما تعني القذارة. والعدوان السعودي السعودي الامريكي على اليمن لقد خسرنا حاجات كثير، البنيه التحتيه والاطفال والنساء. ايش ذنب اليمن؟ وارجو من الدول العالم ان توقف مع اليمن جانبا ووقف احتجاجي مع محافظه صنعاء. عدوان منذ 9 أشهر دمر الاخضر واليابس، شباب صنعاء خرجوا، ابناء مدينه اب تضامنوا لوقف العدوان على اليمن، على حليس محافظه اب.